السلام عليكم. ثم القناة العصر، المقطع ديال اليوم راه غيبدا من هنا ومن عند الشباب ديال القريعه والناس المولوعين ومن عند الشيباني صاحبك. وهذا الاخ هذا راه معروف بالدريساج، اللي بغى يدريسي شي حاجه خليو لكم الرقم ديالو تواصلوا معاه. انتما كتشوفوا حنا يلاه دخلنا السوق، هذا هو المقطع الاول. وبالنسبه لنا شي رقم اللي بغى يدير ليه 06 09 70 22 27 27. هذا هو الرقم ديال الاخ اللي بغاه تواصلوا معاه. ومرحبا بكم الدرب اليهودي در السلطان، درب كبير هاي الشرفه. والله يسخر الجميع وتابعوا المقطع حتى الاخر، ديروا جيم ابوني، فعلوا الجرس بالنسبه للناس الجدد. الناس اللي معنا ديما شكرا لكم، وديروا جيم ما تنساوش. وتحيه عائله قناه العصر. حفظك دولي جيم مزيان. الله يحفظك خويا، تبارك الله عليكم، نهاركم مبروك انتوما. السلام عليكم. كتواجدوا مع الاخ عمر دريويش. مرحبا خويا دريويش، ورا ديما مع دريويش. الله يحفظك. الله يسخر. ديما الشاربوني، ديما الشاربوني عمر دريويش الشاربوني، ديما الولاعه هي الولاعه. تحياتي للفام والشعب اولاد الشعب. مرحبا خويا دريويش. وارا لينا السلعه عمر. انا درتي وادي ربي ديكري، هادي ربي ديكري. انتما كتشوفوا الله مبارك. عندها 17 ونص اللي بقى بالورقه ديالها خضراء، والورقه بكلشي كلشي من رجلي. بغا شي حاجه خلوك الرقم ديال عمر دريويش. وهنا عمر هذيك الوحده الثانيه حتى هي غتشوف كتبان لكم التقاد وحده حتى هي بالبيديكري اللي وراها. صافي كاين طاجيج، كنحاولوا ندوروا بالجد. نتمنى يكون الصوت مسموع. هذا راه تاير بالبيديكري، هذا تاير لله. هذاك بلا ورقه بكارني دفاكسان، هذاك الكارني دفاكسان ليه اللي بغى شي حاجه. تواصل مع عمر دريويش. انا شكون عمر؟ هذه انت كونفير مي بورقه حمراء. هذه كونفير مي بورقه حمراء، هي تخرج بها الورقه ديال الكريم. اللي بغات تخرج لها ورقه الكريم غادي تخرج لها. راه حتى هي راه ديك زوينه هنا يا عمر. كاين واعر واعر. عندك هذيك انت اخرى حتى هي الهي. هذيك انت هو الهي بالورقه ديالها. هي بورقه بيديكري. راه تقريبا هنا كلشي بيديكري، اللي بغى شي حاجه عرفناش واش كيبان مع الشعب. الله يسخر لك مبارك. السعر ديال عمر دريويش هذا العقيدة امريكا ميني. العقيدة ميني مبارك. هذه اللي بغاها مرحبا. لا بغاها كارنيت باسكار. لا بلا كارنيت. هذه بلا كارنيت. شدها غير بلا كاد الامور. هذه هي اللي باركة. هذه عندها طروام راه بياسة. قال لك عمر دريويش راه واحد كلشي هو هذا. اللي بغاش حاجة كتشوف السلعة ديال عمر راه شي حاجة زوينة. الله مبارك. السلف ديال مالو اللي حاجه خليكم الرقم ديال عمر. عمر الرقم المباشر 10 ولا معروف السايد عالمي 07 07 05 10 78. وديما قناه العصر. الله يحفظك يا عمر. تحيه اللي فيك. الله يحفظك. غتشوفوا الرقم مكتوب في الفيديو. قول له بغا شي حاجه تواصل مع عمر دريويش. الله يسخر له مبارك. وراه عنده بياسات اخرين يا عمر. المهم عيطوا ليه تواصل معاه، دخلوا عنده الواتساب باش يعرفكم اش باغيين يدخل يتواصل معاكم. ندوز مع الواتساب. داك الشيء اللي كاين باش كنجاوب فيه بزاف. علاش دري بزاف؟ المهم اللي بغى شي حاجه اتصال مباشره في الاول يدخل مع عمر، ومن بعد راه يدوي معكم في الواتساب يلف لكم التصاورات اي حاجه خاصه. تحيه الوالد. تحيه الاخ وليد. جنود خفاء. راه جنود خفاء العظمه تا هو مخبي هنايا. تبارك الله عليك العظمه. عشاق البرجي المو. الله يحفظك. تبارك الله عليك. نهارك مبروك انت اخويا. وهذا الشيء اللي كاين عند دريويش. وراه السلعه راه كاينه في الدار. اللي بغى شي حاجه الله يسخر لهم. السلام عليكم. واش كاين هنايا؟ ها الجديد اخويا. قديم الجديد. اللهم بارك. سلالة الروتويلر. الوليدات للبيع ولا كلشي للبيع؟ كلشي. لا هذه مملة. مملة. هذيك هي الأم ديالهم. أنتم كتشوفوا لها راس كبيرة. اللي بغى شي حاجة راه تواصلوا مع الشباب. تحل فيها. أنتم تشوفوا اللهم بارك. شحال وصل السن ديالهم هذا؟ هادو شهر وعشر ايام تبارك الله. شهر وعشر ايام اللهم بارك. كياكلوا كلشي. كياكلوا كلشي. كيضربوا كروكات. كياكلوا كروكات. هذاك الشيء اللي كتشوف. هي كتشوفوا لهم امهم. اي اللهم بارك. ولابرادور هيك يا لابرادور. لابرادور. شحال عنده في السن تقريبا؟ عنده شهر. عنده شهر اللهم بارك.
ديال الاخ حموده. مرحبا بالاخ حموده، راه ديما كيخلينا نصوروا عند الله يسخر ليه، تبارك الله عليك حموده. راه الدراري ديما الصوق مولوعين، عنده الضوق، عنده كان كنصوق، عنده كلشي، عنده كلشي. المهم اللي بغى شي حاجه تواصلوا معاه، راه نخليكم الرقم تواصلوا معاه، راه الكليبات اللي عنده غيوريهم لكم. وراه ديما الجديد، ديما جديد مع فودكا. اللهم بارك، اللهم بارك. هاي الكلبه سميتها فودكا، شحال عندها تقريبا في السن؟ 4 سنين. راه 4 سنين، اللهم بارك. راه ماشي للبيع هاد الكلبه، وهاد البياسه اللي لتحت هادي للبيع، هادي للبيع. ياك تدور هنا باش تبان، هاي لا تشوف شو هاد انت وجه طويله، راه للبيع. اللي بغى راه خليكم الرقم ديال الاخ تواصلوا معاه. شحال عندها في السن؟ عام وشهرين. اللهم بارك. ماشي ما عندهاش كارنيه؟ لا ما عنديش، ما عندهاش كارنيه. اللي غيبغى ولكن راه كلبه مهلي، اللي بغى الله يسخر لهم. وخليو لنا شي رقم هنايا، 06 09 06 09 70 22 27. هذا هو الرقم ديال الاخ. هو راه كاين ليكاج ديال الاخ، راه ديما في السوق وكيصاوب ليكاج على العبار اللي بغى يجيب. اللي بغى شي حاجه خليكم الرقم ديالو تواصلوا معاه. انتما كتشوفوا الكاش كيدير، من داخل الومنيوم، من داخل الومنيوم، راه السوق عامر. تسنى نشوفوه من داخل، من داخل الومنيوم. الله يحفظك، مرحبا، الله يسهل عليك. من داخل الومنيوم فيها الخشب من التحت، وكيف قلتي لي في السخونيه كتكون بارده، وفي البروديه كتكون سخونه. اللي بغى شي حاجه راه خليكم الرقم ديال الاخ تواصلوا معاه. هذا هو اللي كيصاوبهم، راه كيصاوبهم بالعبارات. بغى اي واحد بغى شي عبار كيف ما كان، مرحبا. اي عبار بغى، كبير كل كبير كل صغير، اللي بغى شي حاجه خليكم رقم. عطينا الرقم 06 74 74 73 08 08 16. هذا هو الرقم ديال الاخ. اللي بغى هاد ليكاج تقريبا شحال كيبدا الثمن ديالو؟ 100 درهم. هادي دايره 600 درهم دابا، هادي راه 600 درهم. اللي بغاها ولا بغى شي عبار اخر، اي مرحبا. واللي بغى شي عبار اخر راه يصوبوا لكم. الله يحفظك خويا، تبارك الله عليك، شكرا. مرحبا، الله يسخر لك. ونولعكم عند الاخ هنايا، راه عنده هادشي ديال لي كولي ولي كمامات، وعنده الموشيط لي زوفجي. اللي بغى شي حاجه انتما كتشوفوا، انا معاك نكمل، انا نصورها لكم. الله يحفظك، مرحبا، الله يسخر. هنا الاثمنه، اللي بغى شي حاجه يجي للقريعه. الله يسخر، حنا راه وريناكم هادشي. الله يسخر، اللهم بارك. السلام عليكم، صافا بخير؟ هاني واش من الله راس عندك اليوم هنا؟ مصطفى امريكا. انتما كتشوفوا تبارك الله، ما شاء الله. مصطفى برانجي شحال عنده السن هذا؟ عنده عامين ونص. عنده عامين ونص كارنيت فاكسا؟ راه كارنيت فاكسا عند عبد العظيم هو. اللهم بارك. الثمن هنا عبد العظيم؟ على الخاص. الثمن على الخاص. خليكم الرقم ديال الشباب تواصلوا معاهم. راه عنده عامين ونص طاف كير، راه صحة جيدة. انتم كتشوفوا، خلنا شي رقم عبد العظيم. 07 07 06 84 88 51. هذا هو الرقم ديال عبد العظيم، وراه ديما عنده الجديد. وتبارك الله عليك عبد العظيم، واللي خلق الله خلق ما يضيع. تبارك الله عليك عبد العظيم، الله يحفظك. السلام عليكم الشباب كاملين اللي كاينين في القريه. الله يسخر، الله يسخر، اللهم بارك. الله يحفظك عبد العظيم، الله يسهل عليك. شتي الله يسهل عليك. اللي بغى ياسر كاين عبد العظيم، راه خلينا لكم الرقم في الفيديو تواصلوا معاه. الشباب اش من سلاله هنا؟ ستاف امريكان اكس دوغ. في الدوغ وفي ستاف، راه في الدوغ كرواسي اونت الدوغ ارجنتينو وستاف. انتما كتشوفوا تبارك الله ما شاء الله. اه يلا تكمل ساعه، يلا غتكمل شهرين، راه كلب كرونطاي غيكون هذا. اه تيوا كرونطاي. اه تيوا، هذا راه تيوا. تبارك الله ما شاء الله. انتما كتشوفوا شحال وصل الثمن هنايا؟ 1000 درهم. عندها شهرين ياك اخي. يلا غيكمل، يلا غيكمل شهر، باقي ما كملاش. اللي بغى البياسه خليكم الرقم ديال الشباب. خلينا شي رقم الدراري. 06 27 22 47 81. انت 06 27 22 47 83. هذا هو الرقم ديال الشباب. اللي بغى هاد لاراس، راه كرواز اونت خصطاف دوغ ارجنتين، راه عندها تقريبا شهرين، باقي ما كملاتش شهرين. انتما كتشوفوا تبارك الله ما شاء الله. اللي بغى تواصل مع الاخ، 8000 درهم قلتي لي ياك. الله يسخر لكم الدراري، الله يحفظكم. السلام عليكم الشباب. وعليكم السلام. كي غادي مع الولاعه؟
الله يسخر. واش من سلالة عندكم هنا اليوم؟ عندنا خويا لايسكي. راه كاين لاسكي. حركوا يبان حركوا. هاتوما كتشوفوا راه كاين سلالة لاسكي عند الاخ. لايسكي عندي في الدار. ها؟ الدار خرج. ما كيخرجش مولا في الدار هذا الهاسكي هذا. راه بكارنيت فاكسان. كارنيت فاكسان. راه كاين كارنيت فاكسان تكير. تكير. شحال عنده السن؟ عنده 6 شهور. راه عنده 6 شهور باقي صغير اللي بغى هاد البياسة هذه راه بكارنيت فاكسان ديالها. هاتوما كتشوفوا الله ما بارك. شحال الثمن هنايا؟ تمر 1000 درهم اللي بغى هاد البياسة. خلنا شي رقم اللي بغاه. الرقم ديال التليفون. رقم التليفون 07 01 01 15 77 63 63. هذا هو الرقم ديال الاخ. قلت لي عنده شي 6 شهور تقريبا. ها 6 شهور. راه 6 شهور داير 1000 درهم اللي بغاه. هانتوما كتشوفوا راه الرقم في الفيديو تواصلوا مع الاخ. الله يسخر الله يحفظك خويا تبارك الله عليك. السلام عليكم الشباب. اشم الله راس عندكم هنا اليوم؟ مصطفى امريكا. كتشوف الله مبارك. شحال عندهم السن؟ عندهم 35 يوم. راه عندهم 35 يوم. كياكلوا الراس من الطوميل. ياكلوا ياكلوا الراس. ها مناوضين السنين. مناوضين السنين. الله يسخر الله مبارك. شحال الثمن هنايا؟ واش قلت 800 درهم. الثمن 800 درهم. الكوره نتاوي؟ الكارون نتاوي. راه فين هي النشوه؟ ها هي النشوه. هذا هو التكير اللي بغاو. خلينا شي رقم. 06 32 76 06 83. هذا هو الرقم ديال الاخ. اللي بغى شي حاجه مرحبا. شنو كتوصل لها الصطاف ياك انا؟ الصطاف. الله يسخر الله مبارك. الله يبارك الله يحفظك خويا. راه الرقم راه في الفيديو. اللي بغى شي حاجه تواصل مع الدراري. الله يسخر الله يحفظك خويا. السلام عليكم الشباب. واش من سلالة عندكم هنا اليوم؟ خويا لاسكي. كاين لاسكي سيبيريا. شحال عنده في السن؟ شهرين ونص. تكير نتيوا؟ راه نتيوا عندها شهرين ونص. راه كتاكل ما كاين الفاكسان. داير الفاكسان باقي اللي غياخذ راه غيدير لها الفاكسان. شحال الثمن هنايا؟ 700 درهم. هانتوما كتشوفوا عندها شهرين ونص ياك نتيوا. اللي بغى راه 700 درهم. خليونا شي رقم اللي بغى يتواصل معاكم. 06 75 92 13 40. هذا هو الرقم ديال الشباب اللي بغى هاد الهاسكي هادي. راه نتيوا عندها شهرين ونص. نتوما كتشوفوا تواصلوا مع الشباب راه 700 درهم. اللي غياخذها يدير لها لي فاكسان واللي بغى يحط لها سميه اخرى راه يحط لها. الله يسخر الله مبارك. الله يسخر لكم الدراري تبارك الله عليكم ونهاركم مبروك نتوما. 13 هانتوما عطيكم الرقم هو الاول. 07 13 41 16 34. هذا هو الرقم ديال الاخ اللي بغى الراس ديال المالينو زغبط حلاق. راه شاربوني اللي بغى شي حاجه. شحال عندهم في السن؟ 39 يوم. راه عندهم 39 يوم. اللهم بارك فيهم. الكوره ونتاوي. الثمن هنايا نقول 700 درهم. الثمن 700 درهم البياسه. اللي بغى المالينو الثمن مناسب. وراه كتشوف القريعه راه كاين اثمنه كتختلف. كاين اللي راس كتختلف. كاين اختلاف سوق القريعه بصفه عامه. كاين المليح واللي بغى شي حاجه. انتم كتشوفوا اللهم بارك. اللهم بارك. شحال السن ديالو؟ 39 يوم. تكير هذا ولا نتيوا؟ هذه راه نتيوا. وكاين الذكوره هنايا. راه كاينين الذكوره هنا وكاينين نتيوات. اللي بغى شي حاجه راه الرقم في الفيديو وتواصلوا مع الاخ. الثمن 700 درهم. 700 درهم بياسه. 700 درهم للبياسه. اللي بغى شي حاجه راه الرقم في الفيديو. الله يسخر اللهم بارك. الله يحفظك خويا وتبارك الله عليك. شكرا. الله يحفظك.